السلام عليكم حبيباتي صحابتي اخواتي المتابعات او المشاهدات. اليوم جيتكم بفكرة هايلة، يعني فكرة داروها كل في اليوتيوب، ولكن انا المرة هذه راح نديرها. بون، قصيت هذول القماش، بقايا القماش هذا، وان سي دي، جبت ان سي دي الخيط هذا قالون، هذا تاع الورود، هادو الخرز، هذا نص خيط المكرامي، وهادو للتزيين ورود. ودرك نبداو على بركة الله هاد العمل. بون، نبداو بهاد السر، نحطو هادو جنب، نبداو بهاد توجور بالخيط، نبداو بالخيط. بس كان قصيتو عشوائي برك، مش دائرة، ثم جيت نديرها دائرة، قلت نديرها هكا برك ويهاي الخيط هذا ويحكمها. ها بون، نبداو الغرزة هادي تاع فوفيلاج ولا خياطة سامبل، هادي عادية جدا هكذا، ساير داير مع هذا القماش، خيطوها هكذا. شوفوا درك نكملها، هاني درك راح نحط السيدي، ندخلو في هذا القماش ونقفل عليه بالخيط. ها ما درت خيطو ساير داير، وراح نحطو هنا هكذا، شبحوه، ديرولو هذا البلي هذا، ولا ديرو البلي هذا، دخلوه مليح، نسويلو الجوانب تاعو وندخلوه مليح، نشبحولو باه يحكم، يحكم الواح تاعو بلاصتو هكذا. ونخيطو، نبداو تما ونستوبيو له هذا الواح تاعو باه ما يطيرش، باه ما يملصش من بعده هكذا، ما هكا عشوائي برك هكا فوفيلاج، هكا فوفيلاج برك باه يحكم هادو لي بلي هادو. باردون، شوفي نحكموه بإحكام هكا، نربطوه باه ما يفسخش من بعده هكذا، نقصو الخيط، نقصو الخيط هكا. هاني خلصتو، حكمتو مليح، دوك نحطلو الشمع شوية باه يحكم بلاصتو بيان، فيكسيوه بيان هكذا، ومن بعد منخليولوش هذا الدائرة هادي تبان، نحطولو القماش، نحطو شوية شمع هنا هكذا، هكذا شوية شمع، يعني نكترولو، يعني ماشي بزاف، ماشي شوية برك، نكترولو باه يحكم هاد القماش هدا هكذا. بون، نبداو نقومو بتسوية الحواف هادو تاعها، تاع هاد العمل تاعنا هدا هكذا، تما منخليوهش من لورام داير، يجي خدمة متحوفة و بروبر، ميجيش هكا
عندها حتى معنى بروفيسيونيل، متبقاش هكا عشوائية برك. هكذا نحيو الحواف هكذا. بون نزيدو نحطو شويه الشمع برك، اون سي جامي بلاصه فارغه فيما فيها الشمع ولا حاجه نفيكسيوها مليح هكذا. ها فيكسيوها متبقاش بعد تتفسخ، لازم تكون باحكام حاكمه جيدا. هكذا لازم العمل تاعك ديريه متقن. ها شوف بون، خليوه جانبا هذا ونوليو لهذا لا ميم شوز. هذه القطعه خير قصيتها، ماهيش دائره جد، ماشي دائره عشوائي برك هكا بريسك، بيسك هذه ثاني لا ميم شوز نديروها بالخيط. هذه ثاني ندير لها الفوفيلاج تاعها، ندير الخيط تسمى الغرزه هذه سامبل، غرزه عاديه تاع خياطه يدويه هكذا. هاني خيطتها سير داير، وهذه حنحشيها بلاواط. هاي ها بلاواط، نحشيها بلاواط، انا نظن هذا يكفي كبيره، جبت كميه مليحه حطها كامله ونشبح عليها هكذا. تسمى نخليولها المو هذاك الطوع، تسمى ما نديروهاش محشيه الاخر، نشبحوها برك بهذا القماش هذا، نشبحوه بالخيط، نشبحوه مليح هكذا. تسمى كون نشبحوها بزاف نحشيوها بزاف بلاواط تولي يابسه، ما عندهاش كيفاه تخدميها. نسولها الحواف تاعها هذه مليح، ما تجيش تجي دائريه هكا، ونعدلوها مليح بالبيان هكا. ونبداو نشبحوا لها هادو بالخيط بالابره والخيط، ستوبيو لها هذا الواحد ما يتفسخش الابره والخيط هكذا نعدلوهم. لازم تعود مليحه، تعود تبان عمل مليح جميل متحوف هكا بالابره كومام بالابره هكا ثاني تعدلي هذوك هذو لي فرونس هذو ولا التكماش هذا. او ميم طون تخيطي، او ميم طون تعدلي، جبدي هذا كي نقولوا خارج هكا، جبدي هكا بالابره هكذا وتخيطي ثم تعدلي العمل تاعك هكا. كيما باغ اكزومبل هنا، شوف هنا تعدليه، تجبدي هكا باه تعدلي العمل تاعك هذا مكان. هاني بعد ما عدلتها مليح راح نلصقها فوق هذا السيدي اللي غلفته، نحط الشمع هنا فوق هذا العمل تاعنا هذا اللي درناه هكذا.
فوق دونك خذ هذا السي دي تكاو عليه مليح مليح هكا ونقوموا بالتزيين تاع هذا العمل تاعنا بخيط الاكرامي مكرامي هذا بون زيدوا لها الشمع شويه حط الشمع خلص خلص لي نزيدو نحطو له في الحواف هذه باه يحكم هكذا هكذا حطوا هذا الكوردون هذا تاع خيط المكرامي هكذا هكذا يعني حاب ركب فوق هذاك الكوردون هذا حاب ركب له الدبله الدبله هذه تاع كات 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 سنتيمتر هذه اللي باه نزينوها مليح هذاك حكمت به وهذا اللي تزيين تسمى باه بروتيجي هكذا بروتيجي هذا العمل تاعنا وهذه الدبلة تبهيه هكذا ديروها كروازي هكذا هاني راح دوك نزين بهادو الخرز ساير داير ها راح نزين بهادي الوردة هكا كاسيها هذه غوز فرنسي وهذا غوز كلير هكا نحطها خرز هنا في الوسط باه تبان تبان ورده هكا باه تبان ها شوف كيف وهذا الحواف نخليوهم هكذا نعدلوهم كذا هكذا تنيوهم على زوج ونقصوهم هذه ثاني هكذا تنيوها على زوج ونقصوهم هكا يجي الشكل هكا يجي باهي الشكل تاعو هذا هو العمل تاع اليوم دوك نعتلكم شنو ندير به حامل هذو كما أنا جبت نقاقب حامل نقاقب هكذا هاك تسمى دي عندك كامل تسمى دي كولور حطيهم عندي نواري بلون عندي لي كولور صغير هادو تاني الصغار ها هادو تاني هاك حطيهم هكذا صغيرين
هكذا. كاينين الكبار هما اون كولور ثاني، زيرو نحطوهم هكا حتى نشكل هكذا. تسمى حامل هادو نقاقب، حامل نقاقب هكذا. شوف شوفوا الجمال، شوفوا الأناقة هكا، باه كي نقولوا تجي تخيطي ولا حاجة تحطيهم قدامك هكا وتهزي ونقولوا تزيدي تنحي زيدي تحطيهم، يسهلك عليك، يسهل علي، يسهلك العملية تاع العمل تاعك. هذا هو اليوم الفيديو تاع اليوم، حامل الزيبانكل هادو ولا حامل نقاقب ولا البراوات ولا المهم، هذا هو العمل تاع اليوم وهذا هو الفيديو تاع اليوم. نتمنى ينال رضاكم وينال اعجابكم، وما تنساونيش في اللايكات وما تنساونيش في التعاليق وما تنساونيش في ليزابوني الجدد، مرحبا بكم مشاهداتي الدائمات الجدد، ونقول لكم ما نكثرش عليكم، نقول لكم سلام.